السلام عليكم يا بنات، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله باذن الله هتكون وجبتنا نهاردي وجبه صعيديه يا بنات، من ايام اجدادنا كده، ومليانه بالفيتامينات والمعادن. والوجبه دي يا بنات فيها نبتي، النبته دي قالوا عنها بتجيب الرزق في البيوت، يعني تكون موجوده في البيوت بتكون يعني يكون الرزق مفتوح طبعا، والارزاق طبعا على الله اولا واخرا، بتجلب البركه في البيت النبته دي يا بنات. وتاني حاجه بتدخل في وصفات طبيعيه كويسه، في تساقط الشعر وجميع الوصفات. وتالت حاجه مليانه من الفيتامينات والمعادن، وبتساعد يا بنات على انقاص الوزن، وغنيه بتقليل الكوليسترول في الجسم. الوجبه دي يا بنات او الاكله دي صعيديه، كانت بتعملها اجدادنا زمان وهي من عصر الفراعنه. والوجبه يا بنات هي هتكون طبيخ بصاره بالنبته الرجلي، اللي هي الرجله دي يا بنات، طبعا كل بلد ولي اسمها. وهنطبخ النهارده ان شاء الله كده في الغيط على الكانون، ولعنا الكانون بتاعنا وعملنا يعني تتصرف بأي حاجة، شوية قوالب كده عملناهم، ولعنا النار فيهم، وجبنا اللي هي الدماسة اللي هنسوي فيها الفول بتاعني. أنا حطيت مية كده في الدماسة أول حاجة، هي بنات غدلوك يا بنات، حطيت المية في الدماسة بتاعتي. وده بنات اللي هو الفول، معلش اذا كان ضوء الشمس برضه في التلفون، ده الفول اللي هو المدشوش اللي بنطبخه بصاره، هنزل بيه كده في الدماسي. طبيخ زمان يا بنات واكل زمان مليان بالفيتامينات ومليان بالمعادن ومليان، يعني نبته الرجله دي ليها فوائد كثيره، بس الناس يعني ما بتجهلها او سبتها، هي من عصر الفراعنه. فحبيت النهاردة أعملكم الأكلة داي، وأنتوا دايما بتطلبوا مني الأكلات القديمة، فبحب أجمع لكم الأكلات القديمة اللي أنا بعرفها من أيام أجدادنا إن شاء الله، من أيام أجدادني. وهنسويها النهاردة كده. أنا بنات حطيت الفول بتاعي ومولع النار، هي بنات على الكانون، هغطي الدماسة بتاعتي وأسيب الفول كده يستوي. ويلا بينا نشوف الرجلة اللي هي اللي هنجيبوها وهنستخدموها، احنا في الغيط والرجلة موجودة في الغيط. ويلا بينا نشوف الرجلة ايه اللي هنستخدموها. ادينا يا بنات احنا في نفس المكان، دي الرجلة اللي هي تلقيها مفرشة كده ورايحة في الارض بالشكل ده، دي اسمها الرجلة الاسرائيلي. انا هوريكم الفرق بين الرجلتين، دي الرجلة الاسرائيلي، دي طبعا مش حلوة في استخدامها خالص يا بنات، تلقي الورقة بتاعتها مبططة بالشكل دي وعريضة، وتلقيها مفروشة في الأرض بالطريقة دي. دي الرجل الإسرائيلي دي ما تستخدمهاش، ما تعمليش أكل منها. هي بنات يا رب يكون واضحة لكم وشايفينها. يلا نشوف الرجلة اللي هي البلدي اللي إحنا هنستخدمها. آدي يا بنات دي الرجل البلدي اللي إحنا هنستخدمها، يا رب يكون واضحة. هي بنات تلقي الورقة بتاعتها صغيرة بالشكل دي، هي بنات هنقلحها كده بالشكل دي. دي الرجل يا بنات، وفي نفس الوقت يا بنات بتستخدم كضماد للجروح، يعني عندك جرح فبتجيب شوية رجلة من داي وبتطحنيهم كده وبتعقديهم في حتة قماشة وعلى الجرح تغطي به، فبرضك بتخلي الجرح يلتئم بسرعة. يعني ليها استخدامات كتير من أيام أجدادنا ومن أيام الفراعنة، فإحنا خدنا الموضوع ده بردك من أيام أجدادنا زمان. هنقلع الرجلة بتاعتنا ونغسلها ونشوف هنعمل الطبيخ بتاعنا يكون إزاي. بعد ما غسلنا يا بنات الرجلة بتاعتنا هنقطفها بالشكل دي، أها هناخد يعني منها الورقة الورقة. يقال يا بنات، يعني انا ما حبش افتي في الدين، يقول لك انه في حديث عن الرسول انها بتجلب البركه وبتجلب الرزق، فانا ما اعرفش صحه الحديث هل هو صح او كذب،
او حديث صحيح او مش صحيح، ما اعرف شيء انا، فما احبش افتي في حاجه ما اعرفها شيء. وهي بنات يعني مليانه بالفيتامينات والمعادن، وفي نفس الوقت للرجيم وكويسه جدا، بتجعل الانسان يعني ياكل وتخلي البطن يعني ممتلئ، ما تخليش الواحد ياكل كثير، وفي نفس الوقت غنيه انها مليانه يعني من الفيتامينات والمعادن اللي هي تكفي الجسم، وبتستخدم في وصفات طبيعيه كثير. او يقول لي بنات ما عندهاش الغيط مثلا زي كده وما عندهاش الرجلة داي، بتلقيها في فيلم ملوخية، بتشتري الملوخية بتلقي فيها رجلة داي برضك، بتكون متواجدة في فصل الصيف بكثرة. هقرطف الرجلة بتاعتي بالشكل دي تاي، او زي ما انتم شايفين باخدوا الورقة الورقة، وارجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما قرطفها ويكون الفول بتاعنا استوى برضي على الكانون. هنشوف دلوقتي يا بنات الفول بتاعني، هذا الفول اهو زي ما انتم شايفين خد نص سوا، مفيش احلى من تسويه الكانون والاكل الصعيدي كده الريفي. هنجيب دلوقتي هنضيف الرجل على الفول، الفول اهو يا بنات ما شاء الله عليه اهو مستوي خالص اهو، اهو استوى حالا اهو بسرعه. هنزل بالرجل بتاعتي على الفول بسم الله، اخواتنا المغاربة بيستخدموا الرجلة بردك ما تركوهاش، مش زي المصريين بيستخدموها في جميع الاكلات بتاعتهم، في اكلات كتيرة العظم فوائده. هنقلب الفول كده كويس في الرجلي اهو زي ما انتم شايفين، وهغطي كده عليهم يكملوا سوا، وبعد كده نرجع تاني نسيبهم كده حوالي 5 دقايق او 4 دقايق، وبعد كده ارجع لكم تاني. هنطلع يا بنات نشوف الرجلة بتاعتنا استوت ولا لا. اهي يا بنات زي ما انتم شايفين اهي كده استوت وبالمدهاك، وهذا كده الفول بتاعي والرجلة بالشكل دي. وهذه يا بنات الفول بتاعي اهو الدهس كويس بالمدهاك، والرجلي هنزل الدماسة بتاعتي ونحط الطوع عشان نعمل ايه طاسة عشان نعمل الطشة بتاعت الفول. وهذه يا بنات الطاسة اللي احنا هنحط فيها اللي هنعمل فيها الطشة، طبعا عشان الكانون والكلام ده فأي طاسة يعني هتغني. هنزل فيها كده بشوية زيت، وهذه هنا عندي يا بنات ثوم مضقوق بالهوان كده بملح وشطة، هاخد منهم كده شوية اهو.
اول ما الطشه بتاعتي يا بنات تجي تاخد لون كده هنزل عليها بمعلقه من الكزبره المطحونه اهو كده، بسم الله عشان بس ما تتحركش معاي. بس هي خدت كده لون مصفر معاي، هنزلها واحط الدماسه تاني كده. يا بنات انا حطيت الدماسه تاني على النار اهو زي ما انتم شايفين، وهنزل الوقت بالطشه. واقلب هنزل عليهم بشويه ملح، وادي الملح يا بنات، وادي الملح كده يا بنات. اقلب كده واغطي الفول بتاعي ياخد له فوره وارجع لكم تاني. وادي يا بنات الفول استوى اهو ما شاء الله عليه، والرجله والريحه جميله خالص. ولو عجبتكم يا بنات الطريقة النهاردة في عمل الفول البصارة بالرجلة ما تنسينيش في الاشتراك واللايك في القناة. الله